السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة كوكويت ديجا. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد الطبق ديال المكرونية بالخضر اللي كيجي لذيذ لذيذ بزاف، وبمقادير بسيطة ومتواجدة في كل البيت. نتمنى تجربوه ان شاء الله. هنا عندنا مقادير اللي هي بسيطة، كتكون من هاد المجعبة والمكرونية اي نوع كان، يعني صغر من هذه او كبر، المهم اي نوع من المكرونية. انا خديت هاد الشكل هذا. عندنا هنا الخضرة، انا خديت كورجيت، خيزو وليشو، خديت واحد البصلة خضارية قطعتها مربعات، ممكن تستعملوا البصلة العادية، ثلاثة الفصوص ديال الثومة والملح والابزار والزيت البلدية. اللي ما توفرش على الزيت البلدية ممكن يستعمل الزيت العادية بالمائدة. هنا خديت واحد الاناء درت فيه الماء غليان، يعني بواحد الكمية اللي هي وفيرة، تقريبا من اطر ونص حتى جوج اطر. كندير معاها الملح وندير شوية الزيت ونفضل المكرونية ديالي تسلق. تقريبا غنسلقها واحد 10 دقائق كافية. في هذا الوقت اللي كتسلق فيه هذه المكرونية انا غادي نشحر دابا الخضره ديالي. غادي ناخذ هذه الحكاكه هذه اللي غليظه هكذا، وغادي نحط فيها هذا الجزر ديالنا بالطريقه على الطول. هكذا شوف نفس الطريقة. ونجيب كورجيت تاهي نحكها هذا الشكل. انا بصلت الكورجيت على خيزو وليشو لان هي دغيا كطيب، ماشي بحال خيزو وليشو كياخذوا شويه الطياب. غنصبهم هما الاولين في هذه الوصفه. ممكن تستغناو على هذه الخضره كامله، يعني تقدر تستعملوا غير البصله والثومه، هي كتجي زوينة، ولكن من الأحسن ندير الواحد الخضرة كلها هكذا. هنا أنا خديت واحد المقلة سخنتها مزيان، ندير فيها الزويتة ديالي ونصبق خيزو وليشو هما الأولين، راهم كيكونو شوية فيق الطياب. غادي ندير لهم شويه ديال الملح، الملح هي اللي كتهبط هاد الخضره، ونبقى نحرك حتى تهبط هاد الخضره كامله. هاد الوجبه كتجي رائعه اما للعشاء ولا حتى الغدا. وليدات كتعجبهم المكرونيه، وكاين شي وليدات اللي ما كيبغيوش الخضر، كنحاولوا ناكلو الخضر وسط المكرونيه وسط هاد المعجنات.
غادي نزيد البصله ونحك البصله ديالي هكا خفيفه. اللي بغى يحك البصله ممكن يحكها، غير هو هاد الخضاريه راه دغيا كتهبط ما كتبقاش قاده راسها بحال البصله العاديه، كتعطي واحد اللذه واحد النسمه زوينه، الاحسن يستغلها الواحد في هاد الوقيته ديالها، يعني كيكون فيها المنافع زايدين. نزيد الكورجيت نحاول نخلي هاد الخضرة حتى تهبط كاملة، نشحر مزيان في هذا الأثناء، نزيد شوية البزار اللي كيعجبو خرقوم كيعجبو سكنجبير يزيدو، ولكن من الأحسن ديرو البزار والملح باش ديك الخضرة يعني كيحس الواحد بالمذاق ديالها، ملي كيقوي الواحد التوابل كيضيع لوكو ديال الخضرة مع ديك التوابل. نخليوها حتى تشحر مزيان تهبط هاد الخضرة ونرجع نكمل معاكم ان شاء الله الوصفة. وهنا من بعد ما تشحرات هاد الخضرة والمقرونية ديالي هي طابت، غادي نصفيها ونكملو ان شاء الله مع بعضنا. وهنا بعد ما صفيت المقرونية ديالي مزيان غادي نجيب الكميزة وغادي نخوي فيها نص هكا ديال المقرونيه ونفرغ النصف ديال الخضره غير باش دغيا دغيا تنسجم لينا مع بعضها هكا، عاود نفرغ اللقا ديال الخضره نديها نشحرها شويه عاوتاني فوق البوطة نشحرها هكذا شويه مع ديك الخضره باش تنسجم مع بعضياتها، وتتغنى تاخذ البنه ديال الخضره صافي. عندنا هنا واحد المساله اللي هي اختياريه، اللي بغى يديرها كيديرها، اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش. كناخذ هكا هذا الفرماج ساندويتش على هذا الشكل، هو في حقه كيجيبني بلا هذا الفرماج، غير انا عندي واحد البنت عزيز عليها الفرماج مع لي بات نديروا ليها هكا، ما حتى سخونه تكون باقا سخونه كنديروا لها هذا الفرماج. وكنحركوها هكذا كيدوب داك الفرماج لداخل، هاد المقرونية كتجي لذيذة لذيذة بزاف، يعني ممكن الموظفين اللي بغاو يديوها معاهم للخدمة ولا الوليدات ديالكم تصيفطوها معاهم للمدرسة، هي وجبة متكاملة.
انا نخلطها ان شاء الله ونقدمها معكم في الطبق ديال التقديم. ها هي المكرونيه ديالي مني طابت، زينتها على هذا الشكل، قدموها لوليداتكم بالصحه والراحه.